بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. في ظل هذه الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم بأسره، أود أن أتوجه ببعض النصائح لعلها تنفعنا جميعا وتكون بإذن الله فرجا لنا ولكم إن شاء الله. في البداية أود أن أشير إلى هذا العنوان، وهو انتظار الفرج بعد الشدة، بمعنى أننا كلنا كنستناو الرحمة والفرج نتاع الله سبحانه وتعالى عن قريب. فالإنسان ما خصوش يقنط من رحمة الله تعالى، لأن رحمة الله تعالى وسعت السماوات والأرض. في ظل هذه الظروف العصيدة، الإنسان لابد أن ينظر إلى سعة رحمة الله وينتظر الفرج بعد الشدة، وذلك تفاؤلا بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رحمه الله: لن يغلب عسر يسريين، لن يغلب عسر يسريين. وانتظار الفرج يعتبر عبادة، وذلك استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة انتظار الفرج. فلا بد من الصبر وانتظار الفرج، والصبر مفتاح الفرج. وقول ابن رجب رحمه الله: إذا اشتد الكرب وعظم كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كيوصلوا الدرجات القريبة من اليأس، وبقاو كيقولوا: متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله. فبشرهم الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي وفيدع الدعاء. إخواني أخواتي، في ظل هذه الظروف الحرجة لا بد الإكثار من الدعاء. الدعاء ما يقولش الإنسان أنني راني كندعي وعييت ما ندعي، فالله سبحانه وتعالى يجيب الداعي إذا دعاه. إذن إخواني أخواتي، كاين مجموعة من المفاتيح لتفريج الكروب والهم والضيق، فمنها الاستعانة بالصلاة والنوافل والاستغفار والدعاء، وخاصة دعاء الليل. الله سبحانه وتعالى قال لرسوله الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الهم والغم من كثرة أقوال المشركين، أمره الله سبحانه وتعالى أن يكثر بحمده وأن يكثر من السجود وكن من الساجدين. وكذلك إخواني أخواتي، من وسائل تفريج الكروب الإكثار من الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. يعني الذكر عنده تأثير كبير في تفريج الهموم والكروب. ومن الذكر النافع في هذه الظروف كثرة الاستغفار، فبالاستغفار يرفع الله عز وجل العذاب عن العباد. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم. كذلك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كل إنسان يكثر من الاستغفار لا بد أن تزيل همومه وتنفرج كربه وتقضى حاجاته. من مفاتيح تفريج الكرب الإكثار من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة وقدرة الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي كنز تحت عرش الرحمن وفيها فوائد كثيرة وعظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الإكثار منها في كل وقت وزمان. كذلك إخواني أخواتي، من وسائل تفريج الكروب هي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالصلاة على رسول الله تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الحاجات وتنال الرغبات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين. اللهم اصرف عنا الداء وارفع عنا الوباء برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.